وقبل أن أرحب برامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان للحديث عن هذه الضربات. الآن إسرائيل أو مصادر الحدث تنقل عن إسرائيل نفيها للضربات التي تحدثنا عنها في الخبر السابق. بداية رامي، ما تعليقك الآن؟ إسرائيل رسميا تنفي ذلك؟ إسرائيل، مساء الخير مجدداً. إسرائيل نفت ذلك. معناته الولايات المتحدة الأمريكية هي التي استهدفت منطقة مطار المنزل العسكري ومحيط دمشق لقتل أو استهداف شحنات إيرانية وقتل عناصر من الحرس الثوري الإيراني. وهل للولايات المتحدة الأمريكية مصلحة بأن تقوم باستهداف العاصمة دمشق في هذا الوقت بالذات، في الوقت الذي أعطت تنبيه للمستشارين الإيرانيين بالانسحاب من دير الزور ولم تقتل أي مقاتل منهم؟ لذلك نقول بأن هناك صواريخ استهدفت منطقة مطار المنزل العسكري. هناك معلومة مؤكدة بأن طائر الشحن إيرانية انطلقت من مطار دير الزور العسكري باتجاه مطار المزة العسكري. هل هي المستهدفة؟ هل الأمر يتعلق بطار الشحن هذه؟ إسرائيل نفت. إسرائيل نفت مرارا وتكرارا استهداف الأراضي السورية ولم تعلق، وقالت لأنها ليس لها علاقة بالاستهدافات، بينما الواقع بأن لا، إسرائيل تصمت عادة الرامي، يعني لا تتحدث، لا تؤكد ولا تنفي، ولكن النفي في حد ذاته ربما شيء مختلف. يعني دائما توجه الضربات ولا تذكر، وإن تذكر وسائط أخرى قريبة أنها نفذت الضربات وحتى عمليات الاغتيال، ولكن النفي أمر لافت. يعني أمر لافت. إذا الولايات المتحدة الأمريكية هي التي استهدفت، من الذي استهدف دمشق في هذا الوقت بالذات في ظل ما يعرف من الصراع الإيراني الأمريكي الشكلي في شرق سوريا والصراع الإيراني الإسرائيلي المعلن والذي يتسبب بقتلى إيرانيين وقتلى من حزب الله، سواء في دمشق العاصمة، سواء في سيدة زينب وفي حمص عندما قامت إسرائيل باستهداف مبنى وقتلت 11 شخصا بينهم 7 مدنيين؟ أي أن إسرائيل تستهدف المناطق المدنية. لا نعلم إذا ما إسرائيل تبنت قتل المدنيين في مدينة حمص وهي اعترفت بأنها ارتكبت جريمة حرب وقتلت السوريين مدنيين. لذلك أقول بأن النفي الإسرائيلي الآن لا يمكن أن نأخذه على محمل الجد بأنها هي التي لم تستهدف، لأن الصواريخ جاءت من جهة غرب سوريا على دمشق ولم تأتي لا من قاعدة التناف ولا من العراق. اتجاه الصواريخ وفق مصادر داخل الدفاعات الجوية أو القوى الجوية الرادارات بأنها جاءت من غرب سوريا ولم تأتي لا من جهة العراق ولا من جنوب سوريا ولا من منطقة أخرى توجد فيها قواعد أمريكية، إلا إذا كانت الصواريخ جاءت من بوارج أمريكية في البحر. نعم، إن تبنت الولايات المتحدة الأمريكية الاستهداف. نعم، يعني الضربات شملت منزلا بحسب ما نقلتم رامي، لم تعرف هوية قاطني. هل اتضحت، بدأت بعض المعلومات تتكشف عن هذا المنزل أو من يمكن أن يكون ساكنوه؟ على الأطلاق حتى اللحظة. وأيضا شملت منطقة مطار المنزل العسكري أو قلب مطار المنزل العسكري الذي مثل ما قلنا بأن طائرة شحن إيرانية انطلقت من مطار دير الزور العسكري باتجاه مطار المنزل العسكري في وقت الذي حيدت روسيا بشكل كامل المطارات المدنية كمطار دمشق ومطار حلب عن الاستخدام من قبل الحرس الثوري الإيراني أو إيران في إطار نقل السلاح الإيراني إلى داخل الأراضي السورية. ولكن دعني أقول لك اليوم أيضا نشرنا خبر بأن إيران نقلت سلاحا كان مخزنا بدير الزور باتجاه الحدود السورية اللبنانية وقد يكون دخل إلى الأراضي اللبنانية عبر حزب الله اللبناني. أي أن التحرك تحرك نعم السلاح الإيراني هو مستمر، سواء من العراق إلى سوريا ومن شرق سوريا إلى الحدود السورية اللبنانية. من القاهرة رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا على كل هذه المعلومات والإفادات.